نبدأ بالفنانة التشكيلية ليلى المصري، لوحاتها سبقوها وصاروا موجودين معنا بالاستوديو. ليلى صباح الخير. صباح النور. صباح الخير ليلى. ليلى صراحة شايفين لوحات كتير، بس هي أول مرة بنشوف هيك لوحات. هلأ مخرجتنا رح تعرضهم بعد شوي على المشاهدين. إذا بتخبرينا شوي شو عم تستعملي بهذه اللوحات؟ شايفين فيها كتير ألوان وكتير أنواع مختلفة. بحب أنا دائما أجدد وأنوع بشغلي، عشان مرات بحس الشغل اللي بكون مضمون بكون ممل، فبضلني أشجع حالي إنه أعمل أشياء جديدة بشغلي. بس اللي بستخدمه كتير بستخدم الحبر والقهوة والشاي. الناس بيستغربوا إنه كيف تستخدمي قهوة وشاي، بس بخلطها بالأكريليك فبتجمد على اللوحة. والغرض منهم كيف؟ والغرض من استخدام القهوة والشاي؟ احنا بثقافتنا العربيه كثير بنشرب قهوه، يعني احنا بجماعاتنا القهوه شيء كثير مهم بعمان وبدبي، ويعني بالبلاد العربيه كل ما بتروح محل بيقدموا لك قهوه كاستقبال يعني. فبحب هذا الشيء احطه بشغلي، وانا كثير بحب القهوه يعني شخصيا. شو بيعطي بس اي لون؟ شو بيعطي القهوه والشاي؟ لون تراثي هيك زي الرملي. تعطيك earth colors يعني. بحب هذا. طب قلتي حبر، اي حبر بتستعمليه؟ اسمه انديا انك، زي الحبر اللي بيستخدموه بالكتابه بس على شوي اسمك عشان الرسم يزبط عليه. حلو. كمان لاحظنا ليلى انك يعني دخلتي اكثر من تقنيه او من اسلوب في الرسم، وما شاء الله دائما لوحك باحجام كبيره، فاكيد تستغرق منك وقت، فخبرينا اكثر. انا الموضوع تبع شغلي دائما عن الهويه المراه. وهوية المرأة يعني أنا شخصياً كتير تغيرت يعني بالأيام المدرسة وأيام الجامعة، ولما رجعت من الجامعة بضلني أتعلم أشياء وبضل هويتي تأخذ من المجتمع اللي حوالي. فلما كنت بدبي ولما سافرت على كندا ولما رجعت على دبي ضلتني أتعلم أشياء جديدة عن حالي وعن ثقافات غيري وثقافتي أنا المسلمة والعربية والفلسطينية. فهاي الأحجام الكبيرة تعطيني زي حرية أنه أعبر كتير، فبرسم الناس بمجموعات يعني مبالغ فيها، وكل شخص برسمه له يعني زي تفاصيل تشبهني بس كمان تشبه غيري. فبحب أخلي زي مجال للناس تشوف حالها بشغلي، بس بنفس الوقت إنه يكون مبين إنه كل واحد عم برسمه له إشي بشبهني. حلو، دمج بين هويتك وهوية الآخر. بالضبط. ليلى بإحدى اللوحات عم نشوف حرف نافر، شو بتستعملي كمان بهذه الرسومات؟ هو زي مادة بيستخدموها بالحيطان لما بيكون زي في تشققات إنه بيحطوا وول بيست بسموه بالإنجليزي، مثل معجون الأسنان. حلو. أو بتستخدمي عادة في كتابات مثلا أو بس في رسومات أو أشكال ربما تكون مبهمة؟ يعني بتعتمد، كل لوحة بتعطيني إلهام غير عن الثانية. مرات بستخدمها ومرات بخليه فلات ما بحط فيه أي شيء نافر. ما بيتغير مع الزمن؟ بتغير، بس لازم ضلك زي أي شيء يعني، ما في شيء permanent، لازم ضلك تشتغلي عليه. مثل ترميم كون للمحافظة. ليلى أنت درستي رسم؟ أنا درست رسم بالجامعة بس مش بالمدرسة. طبعا بالجامعة. زرتي نابلس شي مرة ولا؟ للأسف لا، ما شفت فلسطين لهلا. أبدا ما شفت فلسطين. هذا الشيء شو بيترتب عليك إذا ما زرت بلدك وأنت فنانة عندك حس مرهف؟ شغلي زي رحلة داخلية، زي حوار داخلي إنه كيف أنا كفلسطينية لسه ما وجدت هويتي وبدي أضلني أفتش عليها بشغلي. فبيعطيني زي راحة نفسية أضلني أرسم، عشان تعطيني إنه تشجع الخيال دافع. تبعي. في صورة معينة رسمتها للوطن بمخيلتك؟ لوطن واحد؟ لوطنك لفلسطين. يعني هاي الرسمة اللي عن اسمها نازرث، فهي زي جبلية وفيها تفاصيل تشبه عمان، فيها تفاصيل ما تشبه مناطق بعمان، يعني انه في اشياء انا بشوفها بخليها تكون رمز عن فلسطين، بس ما بتكون هي بفلسطين، بتكون تشبه بلاد تانية، وهي يعني بترمز عن انا خبرتي بالحياه. انا بقول عن حالي فلسطينيه بس بنفس الوقت ما شفتها، فبحاول انا اعبر عن هذا الشيء من اللي انا بشوفه. ليلى واضح انك بعدك باول الطريق وصغيره بالسن، شو رايك باللي بيقولوا انه دائما الغربه هي بتكون حافز للواحد انه يبدع اكثر؟ فانت يعني بالاصل مغربه عن ارضك، وبس انا بدي اسالك كونك توجهتي لامريكا الشماليه وتحديدا كندا، شو اضافت لك هذه البلاد؟ لما تسافرت، لما رحت على بلد غريبه حسيت بوجودي اكثر، انه لازم اثبته. ما يعني ما بقدر بس اقول عن حالي مسلمه فلسطينيه وما يكون عندي اثبات، عشان بهاي المجتمع لازم شغلك هو يحكي عنك، هو يعبر عنك، مش بس
you know, اسمك او اسم عيلتك وهالاشياء او ايش تلبس او اي موضه انت عم تلحق. المجتمع هناك غير عن دبي كثير تماما، فيعني كثير اعطاني انه دفعني انه اثبت نفسي. فصرت انا اول شيء احس بالمسؤوليه، خاصه بعد سبتمبر 11 صرت حاسه بالمسؤوليه انه لازم انا اعرف ايش ديني، ولازم انا اطلع اكثر واسال اسئله. والناس كان في يعني من الناس فضول، يعني من الكنديه لما درست هناك صار عندهم زي انترست انه يعرفوا عني اكثر. فصرت يعني اقرا اكثر واتعرف على ناس من كل الثقافات مش بس من المسلمين يعني. وحسيت بوجودي اكثر ويعني وجدت نفسي، تحجبت كمان بكندا. ف حلو. كل مبدع عادة ليلى بيحاول انه يستغل موهبته وابداعه عشان يوصل الرسالة اللي بداخله، فهل حاولت انك عن طريق ايضا هذا الفن توصلي رسالة معينة في بالك؟ بالذات انت ذكرت ايضا احداث 11 سبتمبر. اكثر من ما اعطي رسالة واحدة، بس ما بحس انه هذا دور الفنان، بحس دور الفنان انه يضله يعني يثير الأسئلة بالناس، يضلهم يخلوا الناس يسألوا، مش كل المعتقدات يصدقوها، المعتقدات السائدة بالمجتمع مرات بتخلي الواحد ما يعني إنه يرتاح كثير باللي هو بيعرفه وما يضله يسأل. فأنا شغلي بحاول أخلق ازدواجية بين التحرر والتحفظ بالشخصيات اللي برسمها، عشان خلي الناس يضلهم يسألوا إنه كيف مثلاً هاي محجبة أو لابس عباية بس كتير مرتاحة وكتير عم ترقص أو إشي. عشان هاي صورة مش مشهورة بالإعلام دائماً. الصورة المحجبة بتكون منغلقة و يعني ما إلها شخصية، أو أنت حاولت توضحي هذا الصورة مضطهدة وجاهلة وهالأشياء. فبحاول أنا أغير هذا الإيمج يعني بالرسم تبعي. إن شاء الله كل التوفيق بتمنى لك ليلى المصري. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك ليلى، يعطيك ألف عافية، كل التوفيق إن شاء الله. تسلموا.